ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق جزيرة تايوان مساء الأمس إلى 4 قتلى و 225 جريحا. وأشارت آخر بيانات حكومية إلى أن 145 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين. هذا وتسبب الزلزال بأضرار مادية كبيرة من ضمنها انهيار فندق بحسب السلطات التايوانية. وقالت الحكومة إن جسرا في مدينة هوالين الواقعة على الساحل الشرقي لتايوان سيغلق، وإن فندقا آخر مال بقوة الزلزال.